سلام الله عليكن أخواتي في الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم شفنج مغربي بامتياز ناجح 100% بإذن الله، وخا المبتدئات إن شاء الله غيصدق معكم أخواتي، غير تبعوا معايا جميع المراحل، لا في العجن ولا في القلي غادي يصدق معكم. وما تنسونيش باللايك ولا عجب لكم الفيديو تبارطاجيه مع الأحباب ومع الصديقات ديالكم باش تعم الفائدة. بسم الله على بركة الله، ندوزوا المكونات والطريقة في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، الخميرة الفورية، وكنديروا جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة، يكونوا دافيين، ضروري يكونوا دافيين باش تفاعل معنا الخميرة. وكنديروا واحد الملعقة صغيرة ديال السكر حبيبات، السكر سنيدة، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. كنستعنوا غير بالطلب اليدوي وغادي نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف واحد جوج كيسان ديال الدقيق، يكونوا عامرين هكا ديال العنبه. وغادي نخلي لكم ان شاء الله مقادير مكتوبه كيف ديما في صندوق الوصف اسفل الفيديو. غادي نخلط الكاس الاول، من بعد نضيف الكاس الثاني، من بعد ما خلطت مزيان اخواتي بلا بالطلب اليدوي وحصلت على العجينه اللي كتشبه العجينه ديال البغرير. في هذه المرحله غادي نغطي على العجين ونخليه يرتاح وتفاعل ديك الخميره واحد الخمسة حتى 7 دقائق، من بعد نرجع معكم باذن الله. رجعت معكم اخواتي بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح وتفاعلت ديك الخميره، دايره واحد الفقاعات اللي هما صغارين كيف كتشاهدوا في العجين. غادي نكمل الدقيق اللي بقى ليا هنا يا اخواتي. في هذه المرحله قبل ما نضيف نكمل الدقيق كنضيف الملح، واحد الملعقه صغيره ديال الملح، الملح ديما كيبقى حسب الذوق. وغادي نكمل نضيف الدقيق حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي لينه ومتماسكه شويه، كتكون يعني كتلصق شويه في اليدين، كتكون رخوه. ضفت الكاس الثالث، جوج ضفناهم في الاول وهذا الثالث، وغادي نكمل الكاس الرابع. غادي نستعن بيدي ونخلي واحد نص كاس حدايا، ولا خصني نزيد هنايا على الدقيق حسب نوعيه ديال الدقيق اللي غادي ندخل في العجين. في اغلب الاحيان كندخل 4 الكيسان ونص في جوج كيسان ديال الماء، لكن كتضيفوا شويه بشويه. هنا مازال خصني غادي نضيف الدقيق لان العجينه كتلصق بزاف في اليدين، خص العجينه تكون يعني كتكون هكا لينه كتلصق لكن ماشي بزاف. كملت داك النص اللي بقى ليا، ممكن تستعملوا اقل كيف ذكرت لكم حسب النوعيه ديال الدقيق، ممكن ديروا غير 4 ديال الكيسان او 4 كيسان وربع. غادي نضرب شويه في العجين بهذه الطريقه، من بعد غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق، غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نرجع معكم باذن الله. رجعت معكم اخواتي بعد ما خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق. كنرجعوا للعجين ديالنا، ضروري من هذه المرحله باش تجيكم يعني يجي مفشفش وزوين ومجعب من الداخل. كنرجعوا للعجين ديالنا كنبقاو نضربوا فيها واحد 2 دقائق حتى 3، ولا قديتو تكملوا حتى 3 كملوها. من بعد كتخليوها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما دلكتها او ضربت بقيت نضرب فيها واحد 2 دقائق حتى 3، كنغطيها عاوتاني بلاستيك غذائي وندير واحد المنديل ونخليه حتى يختمر ونرجع معكم باذن الله. هذه هي اخواتي، رجعت معكم بعد ما اختمرت لي العجين كيف كتشاهدوا وضعف الحجم ديالها. من الاحسن لو كان دهنتها شويه بالزيت لان العجين خليتها اختمرت لي بزاف.
غادي نستعين بالزيت، كندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش العجين في يدي، وغادي نخرج داك الهواء اللي كاين في العجين بهذه الطريقة. وغادي نبدا باش نشكل بهذا العجين كرات صغيره. في اغلب الاحيان هذه الكميه ديال الماء والدقيق كتخرج لينا 7 ديال الكرات، لكن الحجم ديالهم كيكون شويه كبير، كنديرهم كبارين شويه. ولا بغيتوا السفنج صغير ممكن تحصلوا على اكثر ديال السفنج او ديال الكرات ديال العجين. ولا ننسى الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه الطريقة كتستعنوا بالزيت، وواحد البلاطو اللي يكون مدهون بالزيت كتحطوا فيه هذه الكرات. وغادي ندوزو دابا باش نديرو المقلاة ديالنا تسخن، أو جوج مقالي اللي غادي نديرو إن شاء الله. وحدها كيف كتشاهدوا معايا درت فيها واحد النسبة ديال الزيت أو الكمية ديال الزيت اللي هي قليلة، والطنجره درت فيها الزيت اللي هي كتكون كثيره. كنجيب واحد الكره ديال العجين، كنحاولوا نديروا واحد الثقب في الوسط، وكنوسعوا بهذه الطريقه هذه باش يجي الكميه ديال العجين متساويه في الجناب. وكنحطوها في المقلاه الاولى اللي فيها الزيت اللي هي قليله. من بعد ما كتنتفخ معنا وكتطيب من الاسفل كتحمر شويه، كناخدوها ونحطوها في الطنجره اللي فيها الزيت اللي بكثره، وكنجيبوا الكره ديال العجين الثانيه وكنحطوها في المقلاه الاولى. من بعد ما كتفاعل معنا السفنجه الاولى وكتحمر من الاسفل، غادي نقلبوها على الوجه الثاني. هذا السفنج كيجي ناجح باذن الله 100%، واخا مع المبتدئات لاول مره كديروا ان شاء الله غيصدق ليها، تحطوا هي فرحانه به او غتقدموا لعائلتها. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ومع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده. كيجي مفشفش ومقرمش وزوين كيف كتشاهدوا اخواتي، وكل الوحدات كيجيو بحال هكا، كيجي مقرمش. وغادي نستمر بنفس الطريقه، وما كنخليوش يتحمر بزاف باش ما يتحرقش معاكم، وحتى اللون كيجي زوين وكيجي طايب من الداخل. كيجي رائع وزوين اخواتي. غادي نكمل السفنج بنفس الطريقه، حتى كتقلبوا الاولى، من الاحسن حتى تقلبوا الاولى في الطنجره اللي كتحطوا، عاد كديروا الاخرى في المقلاه. غادي غير نوريها لكم بعد نرجعها مازال تحمر شويه. كتجي مقرمشه على برا والداخل كتجي مجعبه وطايبه مزيان. لاول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم باش تعم الفائده. واللي عجب لكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك باش تشجعوني على العطاء اكثر فاكثر ان شاء الله. وحتى العجينه اللي هي سهله في التشكيل ديالها وفي الحطان ديالها في المقلاه، ما كتكونش العجينه اللي كتكون جاريه بزاف. اما بالنسبه للنار كتكون نار منخفضه لا على المقلاه ولا على الطنجره باش يجي لنا الشفنج ديالنا طيب من الداخل. وكنا سبقت وحضرت في الفيديو السابق واحد تشورو او شفنج بواحد الشكل اللي هو مغاير تماما، لا في الشكل ديالو ولا في طريقه التحضير. اللي بغى يشاهدو غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو او في اخر الفيديو. وهذه هي اخواتي، غادي نتلاقاو في التقديم. رجعت معكم اخواتي، هذا هو الشفنج ديالنا من بعد ما ساليناه، كيجي كله زوين ومفشفش ومقرمش وطيب من الداخل.
غادي نقسم لكم الشفنج باش تشوفوه كيف كيجي من الداخل، كيجي طايب مزيان. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعة. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه.